بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 88 بعد 100. الحمد لله القائل في محكم التنزيل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والصلاة والسلام على سيد البشرية نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله معنا إلى ملتقى جديد من لقاءات برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نقوم بعرضها على صاحب الفضيلة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية. أرحب بفضيلته لدى تفضله بإجابة السادة المستمعين في الحلقة. حياكم الله وبارك فيكم. على بركة الله نبدأ بتناول رسائل السادة المستمعين. بأولى الرسائل من مكة المكرمة، أخوكم أبو عبد الله يقول: لي سؤال أرجو التفصيل والإيضاح من قبل فضيلة الشيخ عن كيفية صلاة المسبوق. فمثلا دخل واحد للمسجد في وقت صلاة العشاء فأدرك ركعتي الجهر، وبعد أن سلم الإمام قام المسبوق ليكمل الركعتين. السؤال: هل يصلي الركعتين جهرا بالفاتحة وسورة أم يصلي سرا بالفاتحة فقط، وكذلك في باقي الصلوات الأخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الصحيح من قولي العلماء أن ما يدركه المسبوق يعتبر أول صلاته، وما يقضيه بعد سلام إمامه يعتبر آخر صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. دل على أن ما يقضيه المسبوق بعد سلام إمامه يكون آخر صلاته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبره إتماما لها. بناء على ذلك فإنه لا يجهر بما يأتي به بعد سلام إمامه إذا كان بعد التشهد الأول، أما إذا كان قبل فيه شيء مما قبل التشهد الأول فإنه يجهر فيه في صلاة الليل كالمغرب والعشاء، ونعم كالمغرب والعشاء. نعم. أما سؤاله الثاني يقول: إذا دخل أحدنا المسجد ووجد الصف الأول قد اكتمل ولم يكن أحد معه في الصف الثاني، وقام ليطلب شخصا آخر من الصفوف الأول ورفض واحد من أولئك، فماذا يفعل والحالة هذه؟ إذا جاء الإنسان والصلاة قائمة فإنه يحاول أن يدخل في الصف، يعني يوجد له فرجة ويدخل في الصف. فإن كان الصف متكاملا ولا يقبل الزيادة، فإن تمكن من أن يدخل عن يمين الإمام إنه يجب عليه ذلك. وإن لم يحصل هذا ولا هذا، لا مكان في الصف ولا تيسر أن يدخل عن يمين الإمام، فإنه ينتظر حتى يدخل من يصلي معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الفذ خلف الصف منفردا، وأمر من صلى خلف الصف منفردا أن يعيد الصلاة فينتظر حتى يأتي من يقوم معه. نعم. في برنامج نور على الدرب أيضا في هذه الحلقة نقوم باستعراض ما تبقى من أسئلة الأخت أم محمد والتي بعثت بها إلى البرنامج. تقول: إن زوجها لديه مال كبير ولديه منازل وعقارات، تريد من زوجها أن يكتب المنزل الذي تسكن فيه هي والأولاد باسمها، مع العلم أن لديه أبناء من زوجة ثانية جميعهم متزوجون لديهم أولاد، فما حكم كتابة المنزل باسمها خوفا على مستقبلها هي وأولادها؟ أفيدونا أفادكم الله، علما أن الزوجة الثانية مطلقة. لا يجوز أن يخص بعض الأولاد بعطية دون بقية إخوانهم، سواء كانوا منفردين بالعطية أو كانوا مع شخص آخر كأمهم مثلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما أراد رجل من الصحابة أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على عطية بعض أولاده، امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الشهادة على ذلك وسماه جورا. قال صلى الله عليه وسلم: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. وذلك بعدما قال له صلى الله عليه وسلم: هل كل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. فلا يجوز أن يخص بعض أولاده دون بقية أولاده الآخرين بعطية، سواء كانوا منفردين بها أو كانوا مع غيرهم. نعم. في هامشية هذا السؤال فضيلة الدكتور، أطمع أن تتحدث إلى السادة المستمعين في موضوع الوصية أيضا، إذا ما كتبت
وكان فيها نوع من الطلب أو الإلحاح من قبل إحدى الزوجات تجاه أولادها. لا يجوز هذا، ولا يجوز للإنسان أن يوصي لوارث، لا لزوجة ولا لغيرها من الورثة، ولا للأولاد أو غيرهم من الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وقد أجمع على ذلك أهل العلم. نعم. انتقل بعد هذا إلى رسالة من الأخ الكريم يحيى الغلام، يقول في رسالته: أريد من فضيلة الدكتور صالح أن يتحدث عن حدود اللباس الذي فرضه الله عز وجل على المرأة المسلمة في القرآن والسنة. اللباس الذي فرضه الله على المرأة المسلمة في الكتاب والسنة هو اللباس الساتر الذي يتصف بهذه الصفات: أولا أن يكون ضافيا يستر جميع جسم المرأة عن الرجال غير المحارم، ثانيا أن يكون واسعا لا يكون ضيقا يبين أحجام جسمها وتقاطيع بدنها لما في ذلك من الفتنة، بل يكون فضفاضا. الثالثة، الصفة الثالثة، أن لا يكون فيه زينة عندما تبرز به أمام الرجال الذين ليسوا من محارمها، بل يكون ثوبا عاديا لا يلفت الأنظار ولا يفتن الناس. الصفة الرابعة، أن لا يكون فيه تشبه بالرجال أو تشبه بالكافرات، قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا، قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. انتقل فضيلة الدكتور إلى رسالة لأحد الإخوة يقول فيها: أرجو من فضيلتكم أن تفيدوا، هل الإنسان في الرزق والعمل الدنيوي مسير أو مخير؟ وهل الرزق مقدر من قبل الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الإنسان؟ أرجو إفادتي بالآيات والأحاديث، لأن الشيطان دائما يتسلط علي، يجعلني أقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا، وأنا أعلم تماما أن لو تفتح عمل الشيطان. نعم، الواجب على الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان، وأن يترك هذه الوساوس، ولا يبحث في أمور القدر، وإنما الواجب أن يبحث في أمور دينه، وأن يتعلم أحكام دينه التي هو بحاجة إليها، وكذلك أحكام معاملاته وما يحتاج إليه في حياته وفي آخرته. هذا هو الواجب على الإنسان. أما البحث في الأمور التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى فهذا لا يجوز، وأعظم ذلك القدر وأمور الغيب لا يبحث الإنسان فيها، وإنما يؤمن بها على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة، يؤمن بها ويعتقد أن الله قدر كل شيء وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وأنه لا يجري في هذا الكون شيء إلا بقضاء الله وقدره، من خير أو شر، سعادة أو شقاوة، أو كفر أو إيمان، أو غنى أو فقر، أو صحة أو مرض، أو طول عمر أو قصر عمر، أو غير ذلك، كله بقضاء الله وقدره. أما قضية أن الرزق هل هو مسير أو مخير، الله أمر بطلب الرزق، الله جل وعلا أمرنا بطلب الرزق، قال سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، قال سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، قال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض، يعني يسافرون يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. السفر والحركة لطلب الرزق مما أمر الله سبحانه وتعالى، ومما يثاب عليه الإنسان مع النية الصالحة، ولا يجوز للإنسان أن يعطل الأسباب ويقول: إذا كان الله قدر لي شيئا فسيأتي، لأن الأرزاق إنما تأتي على أسباب، إذا فعلها الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى قد يرتب عليها نتائجها وتحصل مسبباتها، أما بدون سبب فلن يحصل الإنسان على شيء، لأنه لم يبذل السبب الذي أمر به. نعم. إذن كما تفضل دكتور صالح، فمسائل القضاء والقدر بسطها أصحاب الفضيلة العلماء في كتب متخصصة لا يتسع الوقت لبسطها من قبل فضيلته في هذه الحلقة، ننتقل بعد هذا. مع أنني أوصي بأن الإنسان لا يفتح على نفسه هذه التساؤلات. نعم. أنتقل إلى رسالة أبي بكر حميدة من جدة، يقول:
إذا صمت 13 وتركت 14 وصمت 15 وتركت 16 فهل يعتبر هذا من صيام داود عليه السلام؟ صيام داود عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما كل الدهر، ولم يكن يخص 3 أيام من الشهر، وإنما كان يصوم دائما، يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا خير الصيام. وإذا أراد الإنسان أن يصوم 3 أيام من كل شهر أو يصوم أيام البيض فهذا من السنن أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بصوم 3 أيام من كل شهر، ذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام الإنسان 3 أيام من الشهر فكأنما صام الشهر كله، ولكن كلما زاد الصيام حتى يصل إلى صيام داود فإنه يكون أفضل وأعظم أجرا. إنما المكروه أو المنهي عنه أن يصوم الإنسان الدهر ولا يفطر أبدا، هذا هو المنهي عنه، فإن بعض الصحابة لما قال أما أنا فأصوم ولا أفطر قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر ومن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. في سؤاله الثاني يقول هل يجوز أن يصلي المسلم الصلاة الراتبة قبل الأذان بدقائق معينة ك5 دقائق أم لابد بعد الأذان مباشرة؟ الراتبة القبلية كالركعتين أو 4 التي قبل الظهر يصليها الإنسان إذا دخل وقت الظهر، سواء أذن المؤذن أو لم يؤذن، المهم دخول الوقت. إذا دخل الوقت بأن زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب وبان الظل من جهة الشرق، حينئذ يكون قد دخل وقت الظهر فيصلي الراتبة سواء كان قد أذن المؤذن أو لم يؤذن. نعم. إذا صلى المسلم صلاة الفجر في المسجد ثم جلس يذكر الله حتى طلعت الشمس فهل يصلي الركعتين في المسجد أم في المنزل؟ وهل نقول عنها بأنهما ركعتي الضحى؟ يصليها في المسجد في مكانه، في مكانه قبل أن ينصرف، يبقى في مكانه الذي صلى فيه، فإذا ارتفعت الشمس صلى ركعتين ثم انصرف إلى عمله أو إلى أهله ولا يؤخرهما إلى البيت. وهاتان الركعتان تعتبران من صلاة الضحى، تعتبران من صلاة الضحى، لأن صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس إلى عند قيام الشمس قبيل الظهر، كل هذا وقت لصلاة الضحى، فإذا صلى من أول الوقت ركعتين فإن هذا يعتبر من صلاة الضحى، لأن صلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات. نعم. أنتقل بعد هذا إلى رسالة الأخ الكريم عين ميم عين من حفر الباطن، يقول أنا حلفت على أحد الإخوة وذبحت له ذبيحة، حلفت عليه بالحرام لكنه لم يستجب وغضب غضبا شديدا ورفض الجلوس، وقبل أن يغادر قلت له علي الطلاق إذا لم تجلس لا أصافحك ثانيا، فسافر، فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة وماذا أفعل كي أخرج من ذلك؟ إذا كان قصده الحرام زوجته فهذا يعتبر ظهارا، هي كفارة الظهار. أما إذا كان لا يقصد زوجته فهذا يعتبر يمينا، فيه كفارة يمين، فهو بحسب نيته، فعليه إما كفارة يمين وإما كفارة ظهار حسب النية. هذا إذا أراد أن يصافح هذا الرجل الذي حلف أن لا يصافحه، إذا أراد أن يصافحه فإنه يفعل الكفارة حسب نيته كما ذكرنا، والأفضل له أن يفعل الكفارة وأن يصافحه، قوله صلى الله عليه وسلم إني والله لا أحلف على يمين أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، قد قال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا تصلحوا بين الناس، أي لا تجعلوا الأيمان حائلة بينكم وبين فعل الخير، بل كفروا عنها وافعلوا الخير. نعم. سؤال من الأخ عمران الصعيدي يقول هذا سؤالي وسؤال الكثيرين، حينما أقرأ القرآن في بعض الأحيان أكون في حالة صفاء روحي مع آي القرآن والذكر الحكيم فأتمايل ذات اليمين وذات الشمال، ما سبب هذا التمايل وما حكمه فضيلة الشيخ؟ هذا من التصوف، هذا التمايل وهذا الصفاء الذي يقوله السائل هذا من عبارات الصوفية، فالواجب ترك هذا لأنه من البدع المحدثة. ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتمايل حينما يقرأ القرآن، ولا ورد عن ذلك فيما نعلم عن أحد من الصحابة، وإنما هذا مما أحدثه الصوفية، فيجب ترك هذا الشيء والابتعاد عنه. أنتقل إلى رسالة من أحد الإخوة المستمعين من اليمن مدينة السدة، يقول السلام عليكم ورحمة الله، بعض المرات ألحق الإمام في صلاة الجماعة وقد هم بالركعة وأكبر تكبيرة واحدة تكبيرة الإحرام وأنسى تكبيرة الركعة، فهل الصلاة صحيحة أو أعيد الركعة؟ نعم، الصلاة صحيحة لأن تكبيرة الركوع
في هذه الحالة تعتبر سنة، إذا تركها فلا شيء عليه. أما تكبيرة الإحرام فلا بد منها لأنها ركن من أركان الصلاة، يكبر أولا تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يخضع للركوع، إن كان بتكبير فهو أحسن وإن كان بغير تكبير فذلك جائز في هذه الحالة. نعم. هل أقرأ دعاء الاستفتاح في جميع السنن والنوافل؟ وإذا صليت نافلة ولم أذكرها ما هو الدعاء الأفضل؟ الاستفتاح سنة في الفرائض وفي النوافل، إذا أتى به فإنه أتى بسنة يؤجر عليها، وإذا تركه فصلاته صحيحة سواء كانت نافلة أو كانت فريضة. نعم. هل لدعاء الاستفتاح صيغة معينة فضيلة الدكتور؟ ورد فيه صيغة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من ذلك قوله سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، ثم استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ومنه أيضا أن يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي إلى صراط مستقيم. ومنه قوله وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فبأي استفتاح استفتح مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا أو غيره فإن ذلك مستحب وفيه أجر عظيم. نعم. في رسالة أخرى بعث بها أحد المستمعين يقول ما حكم الصلاة حول من يرتكب بعض المعاصي وما حكم صلاة المأمومين والحالة هذه؟ الواجب أن يكون الإمام على أحسن صفة في الاستقامة والبعد عن المعاصي والعمل بالطاعات والأخلاق الفاضلة لأنه قدوة، ولكن العصمة لا يمكن وصولها لكل أحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يقع الإنسان في معاصي لكن باب التوبة مفتوح، تاب الله عليه الإمام وغيره، ومن تاب من الذنب فهو كمن لا ذنب له. أما إذا كان يفعل المعاصي مصرا عليها ويتظاهر بها فهذا لا ينبغي أن يتخذ إماما، لأن الناس يقتدون به. المعاصي الظاهرة التي يراها الناس عليه كالإسبال، حلق اللحية، شرب الدخان وغير ذلك من المعاصي، أو إذا كانت من الكبائر كشرب المسكر أو غير ذلك، فإن هذا لا يصلح للإمامة لأنه يصبح قدوة وداعية إلى المعاصي. وفي الصلاة خلف الفاسق خلاف بين أهل العلم هل تصح أو لا تصح، مما يدل على خطورة الأمر وصعوبة هذا الشيء وأنه لا يتساهل فيه، لأن الإمام قدوة يجب أن يكون على أحسن حال ممكن. نعم. ننتقل بعد هذا إلى رسالة لأحد الإخوة يقول في سؤاله هل يجوز أن نقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن على الميت وما تفسير قول الحق تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين؟ لا تقرأ الفاتحة على الميت ولا يقرأ غيرها من القرآن لأن هذا من البدع، ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه أو في القرون المفضلة كانوا يقرؤون القرآن على الجنائز لا بعد الموت ولا عند الدفن ولا على القبر، كل هذا من البدع المحدثة. قد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة، وإنما الذي يشرع في حق الميت الصلاة عليه، صلاة على جنازته أو الصلاة على قبره إذا فاتت الصلاة على جنازته، والدعاء له والاستغفار له والقيام على قبره بعد دفنه الاستغفار والترحم عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ثبته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، هذا هو الذي ينفع الميت، أما شرعه الله ورسوله هو الذي ينفع الأحياء والأموات، أما ما لم يشرعه الله ولا رسوله فإنه يضر الأحياء ولا ينفع الأموات. نعم. وننهي هذه الحلقة بسؤال من أحد الإخوة المستمعين يقول رزقني الله بولدين وبنت أريد أن أستثمر جزءا مما أدخره بأسماء أولادي، في قرارة نفسي أريد أن أخصص مبلغا للأولاد الثلاثة كل على حدة للذكر مثل حظ الأنثيين، فهل هذا صحيح شرعا أم أخصص للبنت مثل ما أخصص لكل ولد؟
هذه مسألة خلافية. المهم أن لا تتركي أحدا بدون عطية، بل الواجب أن تسوي بينهم العطية بأن لا تحرمي بعضهم منها. أما مقدار ما يعطى كل واحد فالعلماء قد اختلفوا في ذلك، منهم من يرى أنهم يعطون بالسوية، ومنهم من يرى أنهم يعطون على حسب الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين اقتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الراجح والله أعلم، أنه يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، لكن بشرط أن لا يعطى البعض ويحرم الآخرون. نعم، هذا في حياتي ذلك الأب أو تلك الأم. نعم، العطية. نعم. العطية. نعم. أما الميراث هذا لا خلاف، بل من سوى بين الذكر والأنثى في الميراث مخالفا بذلك كتاب الله فهذا كفر بالله عز وجل. نعم. في نهاية هذه الحلقة نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة شيخنا الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على تفضله بإجابة السادة المستمعين. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة.